الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رح نحكي اليوم إن شاء الله بإذن الله رح نبتدي الحديث عن الـ Conditionals and Logic. حلو. أول ما يجي في بالك conditions or conditional logic يعني أول حاجة بتيجي بيبتدوا بيها الانستركتورز هي if statement، جملة if يا شباب. هنحكي الأول عن الكلاسيك statement، جملة if البسيطة. هي في الأول في الغالب بتبدأ بكلمة if، بعدين بنروح فاتحين قوسين دايري، تمام كده؟ كيرلي بريسز، ونحط جوه القوسين دولت الكونديشنز، الشروط، شرط او اكتر، تمام؟ حلو. ونروح فاتحين البريسز، تمام؟ وحاطين جوه منهم الكود بلوك اللي هي ايه؟ يعني هو ايه اللي راح يحصل لو النتيجة موجب، يعني لما الشرط اللي انا حطيته فوق ده يتحقق اللي هيحصل ايه بالظبط؟ ده اللي بيتحط جوه قوسين المجموعه اللي فوق. تاني كده بالراحه. يبقى جمله اوف اف ستيتمنت بتتكون من ايه؟ بتتكون من كلمه اف، حلو. بعدين بنروح فاتحين قوسين دايره، حلو. وبعدين حاطين في النص هنا الكونديشنز، يعني انت عايز بيسموها جمله الشرط، حلو كده؟ يعني انت عايز تشرط على اف ايه بالظبط يعني؟ ها؟ حلو. طيب لو في حالة ان النتيجة ديت موجب اللي هيتنفذ اللي موجود جوه القوسين، قوسين المجموعة دول اللي هو ايه؟ دو سمثينج، تمام؟ امر او اتنين او تلاتة او اربعة، جميل كده؟ جميل. خد بالك من شكلها كده، خد بالك من شكلها كده، خد بالك مرة تانية من شكلها كده، لان انت ممكن طبعا تكتبها في سطر واحد بس ده هيبقى نوع من انواع الصعوبة، لان ممكن يكون في اكتر من سطر جوه منها. فاحنا عايزينها كده، يعني احنا عايزين ناخد بالنا من شكلها على الوضع ده، ان جملة اف وعلى نفس السطر بكون فاتح البريسز، وفي اخر السطر ده بروح فاتح قوس من اقواس المجموعة، والقفلة بتبقى في سطر لوحده، وبعدين الاوامر كلها بتتحط كل امر في سطر واحد وبين قوسين المجموعه. ده الامر اللي عايزين نقوله. جميل. الامر اشبه بحاله جمله اف، اشبه بحاله اون واوف في الباينري سيستم. يعني ايه؟ يعني في حاله ان الشرط ديت اللي انا بشرطه موجب اور بوزيتيف راح يتنفذ اللي جوه الستيتمنت اف. طيب لكن اذا ما تحقق او لو ما كانش الامر موجب، يعني لو كانت النتيجه سلبه، الريندر البراوزر راح يطلع بره الشرط خالص ويكمل بقيه الدوكيومنت، ها؟ يكمل الريندر لبقيه البيج، حلو كده؟ جميل خالص. حلو. الجانب الثاني مور كومبلكس شويه، في حاله رغبتك في تنفيذ امور معينه في حاله عدم وجود او عدم تحقيق الشرط ده. علشان كده شرط شكل الجمله بيتغير بانك في قفله اف بتروح حاطط، او في قفله القوس بتاع اف بتروح حاطط جمله إلس او كلمه إلس، وفاتح بريسز ثانيه وحاطط الاحتمالات بتاع ان الشرط ديت يبقى ايه؟ يبقى نيجاتيف او ما يتحققش او يبقى غير الشرط اللي فوق، وتروح قافل بعدين البريسز، تمام كده؟ خد بالك برضو من الشكل بتاعها دي، من الشكل بتاعها ده، لان يعني كون وجود كلمة إلس موجودة هنا ده معناها إن ده بديل لجملة إف أو ده تابع لجملة إف، علشان ربما في الأدفانسد شوية ننزل بإلس ربما سطر جديد تاني فهتفرق معاك القصة أو إن يكون يعني. المهم أنت القصد من جملة إلس إنها تتحط في نفس السطر مع الكيرلي مع البريسس اللي فوق، إنها ده خد بالك إن الشرط ده لسه ليه متابعة، يعني لسه ما خلصش. حلو كده؟ يبقى هتتجري ازاي؟ لما يحصل الشرط اللي موجود ما بين الراوند بريسز اللي فوق او الكيرلي بريسز اللي فوق دولت يا شباب يتحقق بشكل موجب، هتنفذ اللي موجود هنا. إلس بقى يعني اذا ما تحققش، في حاله عدم تحققه يعني نتيجه سلبه، هتنفذ لي الاوامر اللي موجوده هنا. حلو الكلام ده؟ حلو خالص وجميل وممتاز. ده بالنسبه لي كده ايه النظره البسيطه لل حاجه يعني جمله اف التركيبه بتاعتها. حلو. ادينا بنحكي وبنقول طالما في شرط يبقى لازما وحتما ولابد زي ما بيقولوا كده يكون في لوجيك اوبريتور، لازما يكون في معامله ارتباط منطقي.
واول لوجيك اوبريتور راح نحكي فيه علشان نطبق بشكل عملي، ها اقصد باللوجيك اوبريتور هو ايه الكونديشن، يعني انت هتشرط على ايه. يعني انت ماشي انت معاك شرط، لو حاجه حصلت حاجه حصلت دي هو ده اللي احنا بنحكي فيه، هو ده اللي اسمه اللوجيك اوبريتور ما بين الفاريبل وما بين الفاليوز تبعه، او ما بين فاريبل وفاريبل تاني ايا يكن. يعني ها ده بنسميه اللوجيك اوبريتور، معامل الارتباط المنطقي. اول معامل ارتباط منطقي راح نحكي فيه ونمثل بجمله اف بيكون الايكواليتي. الايكواليتي الايكواليتي ده بيسموه التطابق، معامل خلينا نقول يعني بلاش نقول تطابق نقول تساوي، ماشي هنخليها نقول الايكواليتي زي من ايكوال يعني معامل المساواه بالراحه كده. معامل المساواه ده عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين ايكوال، علامتين ايكوال، وفي فرق طبعا ما بين علامه واحده بس ايكوال، دي بنستخدمها مع الفاريبلز علشان نعمل ايه؟ ممتاز، علشان نعمل اساينينج الفاليو، لما ندي قيمه للفاليو. ادي الفاريبل، ادي فاريبل ايه حطينا علامه يساوي واحده بس علشان ياخد القيمه خمسه، عايزين نقول ان القيمه الخمسه اتحطت داخل الكونتينر بتاع الفاريبل ايه. لكن لما نحط دبل ايكوالز يا جماعه ده بنسميه الايكواليتي اوبريتور، وده معناه انك بتحاول تقول والله انا عايز ايه بتتساوى مع بي، يعني الفاريبل ايه القيم اللي جوه منه بتتساوى مع القيم اللي موجوده جوه الفاريبل بي. ده يا جماعه بنسميه ايه؟ بنسميه معامل ارتباط منطقي ايكواليتي، الايكواليتي اوبريتور لوجيك، لوجيك اوبريتور. حلو كده جميل. يعني خلونا ننفذ الامر ده ونشوف القضيه ديت راح يحصل فيها ايه. انا معايا فاريبلين اتنين، فاريبل A قيمته 5، فاريبل B قيمته 4 موجود فيه 4، رحت كاتب F، فاتح القوسين اهو زي ما انا ماشي، ورحت فاتح البريسز في اخر السطر، قافلها في اخر السطر، حطيت ما بين السطرين الشرط اللي انا عايزه، وبعدين رحت كاتب لو النتيجه موجب ايه اللي يحصل. ها قلت له والله لما ال A equal to او يعني ها equal to B نفس القيمه بتاعت ال A موجوده في ال B ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان يكتب لي كذا. حلو كده؟ ولو انا عملت كنترول S مش هلاقي ان في حاجه حصلت. ليه؟ لان الاثنين مش متساويين. حلو، خلينا نخلي ديت مثلا 5 ونروح نعمل كنترول S، نلاقي ان في حاله ان الشرط اتحقق الجمله دي اتكتبت. تمام كده؟ ده تنفيذي لجملة F. أنا قلت له والله لما الفاريبل A بص على A لقي إن في قيمته 5، وبعدين راح بص على B لقي إن B قيمته 5، بص على معامل الارتباط المنطقي ده بيقول لك لما الاتنين يكونوا متساويين، بالفعل الاتنين متساويين، يبقى أنا هبص جوه الشرط علشان أجرب. طيب لو كانوا مش متساويين مثلا واحد منهم كان 4 وعملت كنترول S مش هلاقي حاجة، لأنه إيه هيطلع بره ال F وينزل تحت ما يلاقينيش كاتب اي حاجه تاني، فمش هيعرض اي شيء تاني، مش هيعرض اي شيء تاني غير مثلا لو انا كنت عايز اكد لك ان القصه دي هاخدها بكنترول سي وهنزل افتح الكلام ده واقول لك مثلا اي شيء، هكتب انا مثلا كلمه علي واروح اعمل كنترول اس هلاقي ان كلمه علي اتكتبت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو خلاص جرى اللي في الشرط والجا مش متحقق، ف ولقي ان جمله اف خلاص خلصت مفيش else بعدين، فراح داخل جاري على مين؟ على بقيه الدوكيمنت، على المستند. ده اللي انا كنت بنحاول نشرحه في مساله انها اون واوف يا شباب. طيب نمسح كده السطر ده احنا مش عايزينه. نعمل بقى كنترول اس. الغلط بقى بيجي من فين؟ الغلط بانك تنسى بشكل كامل انك تحط اليساوي الثانيه، لانك متعود انك تحط يساوي واحده، فتروح تكتب الجمله بالسطر ده اف اي ايكوال تو بي. ها؟ وده معناه ايه؟ طب ده معناه ان they are equals، ده معناه انك يعني يا رب تركز معايا انت بس، انت معناه ده معناه ان انت بتحط قيمه البي جوه الاي. فهمني؟ احنا كنا بنقول وسبق واكدنا على المفهوم ده قبل كده يا جماعه. اثبت لك انا، خليني انزل تحت كده واكتب document to try او ادي كنترول سي document رايت امسح ده وده واكتب المره دي ايه دوكيمنت رايت ايه واعمل انتر. هما هي ايكوال تو دوكيمنت رايت انتر واعمل كنترول اس، هلاقي ان هي 4. انا بعيدا عن الشرط، انا بحاول اشرح في نقطه ثانيه وعايزك تجيب فوكس معايا. الاربعه دي جت من فين اذا كانت قيمه الاي بتساوي 5؟ انا كنت بقول لحضرتك طالما في الاوبريتور ايكوال على يمينه بيكون في الرقم اللي انا عايز اللي
على شماله ياخد قيمته. فبالتالي لما تقول ايه بتساوي بي معناه ان انت عايز تدي قيمه بي لايه، فبالتالي الاربعه راحت عند الايه، فعشان كده كتب لي الاربعه. حلو ممتاز. امسح انا دي نقطه كانت كنا عايزين نقوله. يبقى لو انا كتبت الحاجه بالشكل ده او جمله الشرط بتاعي بقت ايه ايكوال تو بي، الشرط دايما هيبقى بوزيتيف، هيبقى موجب لاني انا سويت قيمه البي بالاي، فدايما هيبقوا ايكويفالنت، دايما هيبقوا متساويين، لان انا بقول له اني بص بقى خد لي قيمه البي حطها في الاي، فكده بيجوا الاثنين اربعه، فمش هيحصل نص الشرط الثاني حتى لو انا كتبته، حتى لو انا كتبته. ده حاجه من ضمن الحاجات اللي بتتنسي، فعود نفسك انك لما انك تحط في الايكواليتي الدبل كوتيشنز، او اسف الدبل الدبل ايكوال علامتين اللي يساوي دول. حلو كده. مسألة السترينجز حلو خلاص. مسألة السترينجز ديت انا عندي شرط، انا عندي السطر بيقول دوكيمنت ترايت زي ار ايكوال لما يكونوا الاثنين ايكوال، وجربتها لما يكونوا الاثنين خمسة، ادي اهو خمسة كنترول اس كده الشرط بوزيتيف هيتحقق موجب. جميل. طب لو انا كنت مغير بقى ورحت حاطط لك هنا دبل كوتيشنز كنترول اس، عرفت انت القصه بان برضه جافا سكريبت بتستمر على الريندر بتاع السترينج لو كان موجود في رقم. عادي يعني الريندر بتاع السترينج هو ده كده مش سترينج، هو بيجراه هيلاقي ان في خمسه يروح يدور يقول لك ما الخمسه بتساوي الخمسه. عادي يعني ايه المشكله، مش الخمسه بتساوي يعني، فهيجراها على انها على نفس الوضع ده. حلو الكلام جميل. انا بقى لو انا حطيت انت طيب خليني كده ايه، انا لو هدي مثال وعايزك تركز معايا، انا هعمل كنترول سي و اعمل حاجه تانية زي ار، هعمل كلمه نوت نوت ايكوال بار، انت عارف كده ان انا خلصت جمله اف ها بالموجب، فبالتالي لو الشرط ده ما اتحققش هينزل يجرى بقيه الدوكيمنت. ها مش انا لسه ما عجدتش القصه بالس، لا لا انت فاهمني كده. حلو خالص. فلو انا عملت بس عن كنترول اس اللي هيحصل زي ار ايكوال زي ار نوت ايكوال، الاثنين حصل لاني يعني هو جرى لي الشرط موجب، هما الاثنين خمسه صح، وعلشان واحنا حلينا القصه قلنا ان الجافا سكريبت برضه بتبص على كده. طيب لا ايه اللي يحصل لو انا حطيت ايكوال ثالثه بقى ورحت عامل كنترول اس they are not equal، لما انا بحط ايكوال ثالثه يا جماعه بحول الايكواليتي، بحول من مساله التساوي لمساله التطابق، انا عايز بالظبط اللي موجود في الفاريبل ايه بنفس الداتا تايب بنفس القيمه يبقى بالظبط بالظبط اقارن ما بينه وما بين الفاريبل بي. فبالتالي حتى انا كده حليت مشكله ان ايه ان الخمسه دي من نوع سترينج والخمسه دي من النوع نمبر، فلما بحط ثلاث يساوي ثلاث علامات يساوي انا عايز كده اقارن بالظبط بالتحديد بنوع الداتا بالقيمه اللي موجوده فيها، فبالتالي ايه الشرط كده مش هيتحقق. ليه؟ لان الخمسه دي سترينج والخمسه اللي فوق نمبر. عارف لو اتنين جافا سكريبت هتحلل لك القصه وتقول لك هتنفذ لك الشرط الموجب وراح تكتب الشرط الثاني بعد ما خلصت البرنامج، لكن لما تحط الثلاثه كنترول اس اللي هيتنفذ بقيه البرنامج، بقيه البرنامج مش السطر اهو ما اتكتبتش زي ار زي ار ايكوال، ما اتكتبتش اتكتبت نوت ايكوال، فبالتالي يعني الشرط ده ما اتحققش. ليه؟ لان ده مش تطابق، لان ده نوع بيانات وده نوع بيانات مختلف عنه تمام. حلو. نكمل بقى على موضوع التطابق وعدم التطابق ديت، ونمسح القصه القضيه ديت. دولت شويه صغيرين احنا كنا عايزين نمثل بيهم، بس ربما يكون الوقت سرقنا في ان احنا بنحاول نشرح بس على جمله اف. ادي كنترول اس، انا هنوم جمله اف وهنزل على اف ايلس ستيتمنت على الحاله بتاعت اف ايلس. وفي حاله اف ايلس الموضوع بسيط وسهل وخالص، ما في انا عندي اثنين متغير، المتغير اسمه ايه؟ قيمته بتساوي 5، متغير اسمه بي قيمته بتساوي برضه 5، ورحت عامل شرط بقول له اف اي يعني القيمه بتاعت اي بتساوي القيمه بتاعت بي اكتب لي زي ار ايكوالز، فضلت شرط موجب راح اتحقق. إلس قفلت البيسز وكتبت على نفس السطر إلس وفاتح بريسز تاني ورحت حاطط شرط في حالة ان هم مش متحققين، يعني بدليل لو انا كانوا لو دول كانوا اربعه وعملت لو انا الخمسه دي خليتها مثلا اربعه رحت عامل كنترول اس هيقول لي they are not equal. طيب لو كانوا خمسه ورحت عامل دبل كوتيشنز ما بين الاثنين كنترول اس جافا سكريبت هتقول لي ان هم ايكوال لانها بتعالج كمان المحتوى بتخط. لكن لو انا حطيت بقى ثلاثه يساوي
لا هيقول لي لا يا برنس دول نوت ايكوال، ده مش تطابق لان ده سترينج وده ايه، انت فهمتني في القصه دي. حلو جميل، انا كده عرفت اوضح لحضرتك اول مفهوم بخصوص الايكواليتي، يعني التطابق التام الكامل اكزاكتلي از، ومساله التساوي او اقصد يعني المساواه، ان القيمه هنا بتكون موجوده زي القيمه هنا. ده بالنسبه للاوبريتور الاول. اللوجيك اوبريتور الثاني هو بيكون less than or greater than، طبعا كالعادة اكبر من او اقل من، خلينا كده نمسحه، بنقول ادي 5 ومثلا 4، وهكتب المره دي مثلا اكبر من اف اي اكبر من بي، لما اي اكبر من بي ادي 5 اكبر من 4، اكتب لي زي كده، اكتب لي اي شيء، انا ما اقصدش مثلا خلينا نكتب مثلا ايه اكبر من بي، في الحاله الثانيه خلينا نقول ايه اقل من بي مثلا، يعني ما بين الدبل وهنعمل كنترول اس، لما الاي قيمته بخمسه، لما الاي اكبر من بي مش عارف ايه، طب لما مثلا مش عارف ايه دي تبقى بسته نعمل كنترول اس نلاقي لا ده يا عم ده ايه اقل من بي. طبعا هي بتشتغل معاك اكبر من بتشتغل معاك اكبر من يساوي، بتشتغل معاك اقل من يساوي، وبتشتغل معاك الكلام ده يعني تمام عادي، يعني هي ممكن برضو تشتغل معاك اكبر في حاله ان اكبر من او يساوي واقل من او يساوي، يعني هي شغاله معاك اكبر واقل واكبر من يساوي واقل من او يساوي، فالجريتر ذان بيشتغل معاك على ايه؟ على اربع انواع مختلفه. حلو كده؟ جميل جدا وممتاز ورايح. الفاريبل الثالث اسف يا رب، اللوجيكال اوبريتور الثالث بيكون هو ايه؟ اكزاكتلي النوت. النوت ده هو بوابه عدم التساوي، بوابه الاوبريتور بتاع عدم التساوي. يعني انت عايز تقول لما 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 معامل الارتباط المنطقي ما بين العنصر اللي على شماله مش زي العنصر اللي على يمينه، وانت مش عايز تساوي، لا انت عايز لما ما يكونوش زي بعض يحصل حاجه معينه. بتعملها ازاي؟ بتعملها بانك بتحط اكسكلاميشن مارك علامه تعجب ويساوي، علامه تعجب ويساوي، ده معناه ان لما ايه لا يساوي بي، فاهمني؟ فكده ايه مثلا هتقول له خلينا نكتب نوت equals في حالة عدم تحقق، والناحية التانية نكتب مثلا كلمة equals، ده مجرد تمثيل مثلا يعني مش شرط، فهو كده equals يعني كده النص الشرط التاني هو اللي اتحقق، لأن هما متساويين بالفعل، مش الخمسة بتساوي الخمسة؟ فبالتالي أنت بتقول لما ما يكونوش متساويين حقق لي الشرط ده، بس هما متساويين، فبالتالي الأمر النتيجة سلبه لان هما متساويين، يعني ايه النتيجه سلبه؟ سلبه يعني عكس الشرط بتاعك. يعني ايه انت بتقول له لما ما يكونوش متساويين؟ خلاص ماشي، طب لما ما يكونوش متساويين باربعه يبقى النتيجه موجب، دول نوت ايكوالز، دول مش متساويين، لكن لما يكونوا متساويين كده النتيجه سالب، نعمل كنترول اس نلاقي النص الشرط الثاني هو اللي اتحقق، ده بوابه يا دي بوابه لوجيكال اوبريتور نوت لعدم التساوي. وطبعا راح يمشي معاك لو انا انت عارف ان انا لو حطيت دبل كوتيشنز هنا وعملت كنترول اس هيقول لي برضه ايكوالز، لكن لو انا عملت انت فهمتني كده، لو انا عملت ثالثه هيقول لي لا دول نوت ايكوالز لاني حطيت يساوي ثاني، فانا مش بدور على تساوي انا بدور على التطابق، لما ما يكونوش متطابقين فبالتالي ده هيبقى ان ديبث شويه، فمش بس هيدور على الكونتنت، بس هيدور على الكونتنت والداتا تايب بتاعه، ويجري عمليه المقارنه ما بين الاثنين فاريبلز على يمين اللوجيك اوبريتور على شمال اللوجيك اوبريتور. بقت معنى كلمه يا جماعه لوجيك اوبريتور هو معامل ارتباط المنطقي اللي بيتحط ما بين فاريبلز او اكتر علشان يوجد نوع من انواع الارتباط ما بين الاثنين، وجمل تحقيق الشرط ديت بنسميها ستيتمنتس، وعلى ما اظن كده ما في داعي لان الواحد يشرح يعني ايه ستيتمنت في قلب جافا سكريبت، لان احنا كل شغلنا شغالين نكتب في ستيتمنتس مختلفه، دوكيمنت تريت فار ايه بيساوي مش عارف مين، الكلام ده كله برضه اسمه ستيتمنتس، ربما نيجي نأصلها بشكل سريع. الله المستعان. كنت سعيد جدا معاك بحضراتكم في حلقه اليوم، ونامل الافاده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.